خطوة مباركة اقتنفت انتخابات تكون شفافة ونزيهة، ورافقتها كلمات من شيوخ أجلاء وملاحظات ذات أهمية بالغة للفترة القادمة. جهودهم مشكورة، تآلف كلمتهم مقدر، فإن شاء الله في الفترات القادمة يكون هذا المجلس الشرعي أثر ودور في ما يسمى تقديم الخدمات الشرعية والإسلامية لشعبنا في المناطق المحررة. على إخواننا طلاب العلم جميعا أن ينتبهوا لبناء هذا الجيل، ورب ضارة نافعة. الضارة التي هجرنا وشردنا من ديارنا أنتجت أن طلاب العلم غالبهم الحمد لله يقومون بتعليم أبنائنا القرآن والفقه والشريعة وعلوم الإسلام، ويبنون فيهم العقيدة السليمة الحمد لله رب العالمين. ونرجو من هؤلاء المتعلمين والطلاب الذين يتعلمون على أيدي هؤلاء العلماء أن يكونوا هم قادة الأمة والأمل المرتقب. وأحب أن أركز لطلاب العلم على أن ينتبهوا لتصحيح العقيدة وبناء الجيل. الاستعمار الإيراني الرافضي الخبيث يحاول في المناطق التي استولى عليها أن يغير عقيدة أبنائنا.